شو بده يجيب سلامي بيك وعيلته بهالوقت من السنة لهون؟ شو ما شفت السيارة برا؟ أنا متأكدة في حدا جوا، معقول يكون حرامي؟ الحرامي ما بيشغل القضية. لك عن جد طلع مخك مو مضروب. انتي روح قلبك تحشري أنفك باللي مالك فيه، هالعادي ما كنتي تبطليها أبدا. أنا لازم ساوي شيء، لازم أوصل لطرف الخيط. عنده رفيق اسمه اسماعيل وطلب منه انه يدبر له سيارة بأسرع وقت ممكن. بالكاميرات شفنا كمان انه السيارة موجودة بمنطقة بالضواحي مو كثير بعيدة. نحن رح نمشي خطوة خطوة. المتهم تارك الموبايل على طريق مقطوعة برات المدينة. يعني في احتمال يكونوا برات اسطنبول؟ اجاني شغل بمنطقة حياة السكنية جنب سبانجا السنة الماضية. جيبزي كوجايلي سبانجا. باينتو ما في حدا عن جد. قلتلك يا بنت الناس بيكونوا نسيانين يطفوا الأضوية. إلك عشر دقايق عم ترني جرس. لا حول الله يا ربي، لك خلينا نمشي. طيب هاي السيارة لمين بتكون؟ عم قلك في حرامي جوات البيت. حسن اتصل بالشرطة، خليهم يجوا يتأكدوا من القصة ليكون ضميرنا مرتاح. شوفي. عفوا مين حضرتك؟ أنا ابن أخته لسلامي. والله جد؟ بس ما حكى لنا عنك ولا مرة. يعني ما فهمت شو المناسبة لحتى يحكي لك عني يا خالتي، ما فهمت. الله يرضى عليك يا ابني، لا تواخذنا، حشرية زايدة بعيد عنك. خلصنا بقى يا مرا، امشي حاجتنا فضايع، خلينا نروح من هون. انا حاسة حالي شايفتك، انت كنت تجي شي من قبل لهون؟ لا والله انا حاسة انه وشك مو غريب عني بالمرة. انت وين كنت ساكن؟ يا خالتي ليش دقيت علي وعم تسأليني هالاسئلة؟ خلص يا مرا، حاجتك كتر غلبة، والله العظيم خجلتينا. تحركي خلينا نروح من هون، يلا بلا كتر غلبة. ها؟ لك مو هي هي البنت المخطوفة؟ مجنونة! مين على الباب؟ خليل؟ أنا عمر، أنا عمر يلي اجيت مع يولا. خير عمر بيك، شو بدك هلا؟ لا تواخذني خليل انه جاي لعندك بهذا الوقت المتاخر، انا بس بدي منك مساعده. تفضل. لما كنا هون ذكرت اسم ضيعه قريبه من شغلك بسبانجا، ممكن ترجع تقول لي شو اسمها لو سمحت؟ لك نسيانه. شو كان؟ خيال؟ لا اسف، لحظه شوي بس لاتذكر. اتذكرت حياه السكنيه. حياه السكنيه ورقم البناء متذكره؟ ايه اكيد ما بنسى، ضليت عم عيد الشغل اسبوع كامل. رقم 24. قلت لي 24؟ ايه حياه السكنيه 24. يسلموا كثير. الله يسلمك. شكرا، مع السلامه. نقدروا فوتوا يا ابني؟ الله يوفقك، نحن ناس درويش على باب الله، وانا زلمي معي السكري. خلصنا، اقعدوا من تمساكت. طيب تمام، خلص رح نساوي مثل ما بدك. وانت نقبري هون يا ابني، تركنا نروح بحال سبيلنا بقى. اسمع، الشرطة عم تدور على هاي البنت، مو هيك؟ مظبوط. صدقني طلعت بنشرة الأخبار. أنت متأكد من هالحكي؟ إيه، وكمان قالوا بالنشرة إنه هالبنت أخذت جائزة. مساء الخير سيدي، كيفك؟ الدكتور عمر أوغلو. آسف ما في أخبار يا عمر بيك بنوب. أنا مو لهيك اتصلت، بس عندي تصور سيدي وين ممكن مجد ياخذها لجوري. منطقة ريفية بسبانجا اسمها حياة السكنية، البناء رقم 24، وأنا هلأ على الطريق. ممتاز، أنا هلأ رح أبعث لك دورية من عندي تلاقي لك فورا. وبحاول كون معهم، إن شاء الله نكون وصلنا لآخر الطريق. أي تمام تمام، أنا ناطركم.
مجد الشرطة عم تدور علي بكل مكان. هلا ولا بعدين رح يلاقوني، بقى لا توريت حالك. مشكلتك معي أنا مو مع هالختائرية، بترجاك خليوني يروحوا بقى لو سمحت. ولا حرف خرسي. إذا بتفكر تأذي واحد فينا، ابني مستحيل يتركك. سكتي واستري شيبتنا يا مرة، بكفي. يا ابني الله يوفقك. نحن الاثنين ختائر وكبار بالعمر، فكنا وخلينا نرجع على بيتنا. الله يخليك. جوزي معه السكر ومركب شبكة بالقلب كمان، وأنا مرة كبيرة ومعي الضغط. ولك خلاص طلعتوني. اسكتوا، ما عاد بدي اسمع حدا. مجد اتركهم، الله يوفقك. مجد ليكني هون، ما رح اهرب لمكان. مشكلتك معي انا مو معهم، فكهم وخلينا لحالنا. بترجاك مجد. يا ابني تركنا نروح، الله يوفقك. لا تقرب. حسن حسن. لا مجد. مجد بوس ايديك، فكن واتركن يروحوا. ليش بدك تدخل الناس المعترين بالشي اللي بيناتنا وهن مالهم علاقة؟ استنى وفكر باللي عم تساوي لو سمحت مجد. بكفي، ما عاد بدي اسمع صوتك خلاص. تحملي جوري، انا جاي على الطريق. تحملي، ما رح اطول عليك ابدا. انا مستحيل اني اخسرك، مستحيل. انبسطتي؟ سمعتي شو قالوا بنشرة الأخبار؟ جوري ربحت الجائزة، جوري البنت الموهوبة. وأنا شو؟ أنا هلأ الوحش المجرم مجد يلي خطف للبطلة. عجبك هالحكي ما؟ بدهم يطالعوني أنا الحقير والمجرم بالآخر. بس لا تحلمي، لأنه هذا الشيء ما رح يصير أبدا على فكرة. بما انه طلعنا اثنيناتنا مو لبعض، فبلاها لهي العيشة. اخذت القرار وما رح نضل عايشين، عم تفهمي علي؟ قصتنا خلص انتهت. رح اقتلك. شو صار له؟ لك يا ابني دخيلك ساعده، معه سكري. كنت ارتفع السكر معه، لازم ابره. الضرابة الابره وين محطوطه؟ بباجاج السياره بالشنطه هي الزرقاء. لحقه بسرعه، روح جيب الشنطه مشان نعطيه الابره. يا ربي دخيلك تصدق فينا، يا ربي دخيل اسمك. حسن دخيلك خليك صحيح.